اصلا كل شهر ما كنوصلش 100 درهم باش تجيني 1000 درهم 1000 درهم وزياده. طلقت المكانه ديالي، ولكن كاين تماك واحد الحاجه، الا كانوا المسؤولين ما كيهتموش ولا ما كيديوهاش في الخدمه ديالهم المواطن، نجي انا نخلص لكم الهفوات ديالكم المهنيه اللي هو البيان الحالي. عليكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. انا جيت اليوم باش نعمل لكم واحد ستوري باش حتى نتوما شويه تعيقوا وتردوا البال على هذا المشكل اللي غادي نوري لكم. نبدا لكم بعدا، انا راه عايشه بوحديتي في الدار، بون انا والقط ديالي، عندي حاجه واحده اللي خدامه 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام على 7 ايام، اللي هي الثلاجه، فحال كاع الناس اللي ما كنحيدلاش البريز اصلا. عندي جوج فرارن، واحد صغير واحد كبير، مره كنخدمو مره لا، على حساب. لابادوره اللي هي ماكينه الحوايج كنخدمها مره في السيمانه حتى كيتجمعوا الحوايج، او مره في 10 ايام حتى كيتجمعوا لي الحوايج، عاد كنصبن فيها. بالنسبه للبولات، البلاصه اللي كندخل ليها كنشعل البوله ومن بعد كنطفيها، يعني ما كتبقاش عندي مشعوله بزاف. لا غريبه في الامر، هو انا اصلا كل شهر ما كنوصلش 100 درهم، ما كنوصلش، وقيلا اعلى فاتوره اللي خلصت هي 120 درهم ولا اعلى حاجه. للفرار ما كيوقفوش، والضو كنت ما علينا، اغلى حاجه كنت خلصتها باش تجيني 1000 درهم 1000 درهم وزياده، راه ما يمكنش. ولكن من بعد هزت الورقه وهبطت باش نتاكد، ما نعرف يكون شي مشكل ولا تكون ماشي المكانه ديالي غلطوا في الارقام شي حاجه تما. مني هوت لقيت المكانه ديال لابارتمون ديالي بسميتي بكل شيء، ولكن كاين تماك واحد الحاجه. هاد الحاجه هادي انا غادي نوريها لكم دابا باش تردوا ليها البال، باش حتى نتوما ديروا فيها اتونسيون، حيت راه بزاف المواطن مسكين، الا كانوا المسؤولين ما كيهتموش ولا ما كيديوهاش في الخدمه ديالهم، المواطن هو اللي كيخلص وكيبكي وكيشكي. شكون اللي حس به؟ ملي كيمشي تشكى كيقولوا له خلص، عاد دوز نزل الشكايه ديالك، خلص ودوز بكي، خلص ودوز عمل الشكوى ديالك. ايوا حتى لين، واش هادي عدم المسؤوليه؟ واش نصب مقنن؟ واش عدم الاهتمام بالمواطن؟ واش كتكونوا واعيين بعدا بداكشي اللي كديروه؟ واش كتكونوا منتبهين؟ واش كتكونوا ما فهمتش شنو هادشي هذا، ما فهمتش علاش نتوما تجيو تغلطوا ولا ما منتبهينش ولا ما ناعسينش مزيان ولا الله اعلم شنو تكون عندكم، ونجي انا نخلص لكم الهفوات ديالكم المهنيه. واش انا كنحفرهم؟ واش المواطن كيلقى الفلوس مع رجلو؟ واش هو باقي كيتشكى من الغلاء المعيشه اللي تجيو نتوما تزيدوا لنا في حاجه اخرى؟ انا ما فهمتش هاد المسؤوليه. المهم انا دخلت دابا باش نوريكم شنو هو المشكل، او في كاين تقصير، او في كاين عرفتش، والله ما عرفتش شنو نسميها. انا وصلت للدار دابا، الا ما هضرتش انا حتى واحد ما غادي يرد البال، يمكن كاين اللي كيفهم كاين اللي ما كيفهمش، كاين الله يكون في العون، ما كيعرفش كيفاش كيمشي نيشان يتشكى. هانتوما شوف، هادي لابارتمون ديالي، لابارتمون 25، هيا منال الصديقي، هي هادي لابارتمون، هادي هي المكانة ديالي. شوفوا إذا جيتوا من الفوق هنا غتلقاو 2271 اللي هو البيان الحالي، اللي هو أنا عاملين ليه هنا البيان الحالي، فين هو؟ هاهو 2667. شفتوا شحال الفرق؟ شو من 2271 ل 2667، ياكو البيان السابق كان عندي 2112، اسمحوا لي الفرق 555، ها هو الاستهلاك 555. شفتوا ياكو باينه؟ ها هما واجب اداؤه 1005 دراهم سيادي. يالله شوفوا الا جيتي لهنا تشوف الاستهلاك ديال الاشهر السابقه، ها هو 78 168 53 101 121 555. الله يا
ودي. الله يا ودي، اش هاد القفزه النوعيه؟ اش هاد الماراطون اللي ماشيه فيها انا؟ دابا شكون مسؤول على هاد الشيء؟ الشيء هذا شكون مسؤول عليه؟ انا عقت مواطن لاخر البسيط، كيفاش غيدير؟ دوز تبكي ومن بعد دوز اولاد، دوز خلص من بعد دوز تبكي. دابا شكون اللي مسؤول؟ واش هذا تقصر منكم؟ شفره، نصب، عدم انتباه، ماجين ما فهمتش انا شنو هاد الشيء هذا. دابا شكون اللي غادي يشوف هاد الشيء هذا؟ شكون دابا شنو غنديروا حنايا؟ حنا دابا حاليا في سيبه اقتصاديه مغربيه ولا عالميه، سيبه اقتصاديه، حنا عايشين اصلا في الغلاء. غادي تجيو تغليو على المواطن بهاد الشيء هذا؟ دابا صافي قضينا مع السكر والزيت والطحين والليسانس والماء والهواء، صافي بقى مع هاد الشيء هذا، بقى الضو. ولا حول ولا قوه الا بالله. شوفوا اللي يجيه الفاتوره غاليه يمشي فيريفيو يشوف شنو كاين، حتى واحد ما يمشي يخلص اولا يبكي هكذا وصافي، ضروري ما تدوزوا تشوفوا. والمهم ما نزيدش نطول عليكم اكثر، صدعتكم بزاف، هضرت بزاف، حرقت لكم راسكم. يلا تهلاو ساعه سعيده وعشيه مباركه ان شاء الله. اللي جاتو شي حاجه قاصحه، الماء، الضو، والتليفون، الواي فاي، ما نعرف اي حاجه بلي غير يمشي يتاكد قبل ما يخلص. يلا ساعه مبروكه، باي 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 باي. الغزاله ديالي اخيرا جينا للدار. شوفوا على روينه دير لي ولادي. المهم جينا للدار، صراحة زوينة الخدمة، عجباتني، وكان صايب عاشو بواحد الحب وبواحد الحماس، كان صايب في الباكيتات للبنات، وتنشوف اللي من السويد، هاللي من ميريكان، هاللي من كندا، هاللي يعني جميع الدول، كاع البنات من جميع الدول تبارك الله، المغاربة كاينين في جميع الدول، يعني جميع الدول تقريبا، السعودية، الكويت، الامارات. يعني اش نقول لكم، بزاف ديال البنات الحمد لله داروا الدوموند. المهم الغزاله ديالي غير ما تنساوش، راه باقا 20%، راه غدا غتحيد. مجله لالا العروسه، اخبار حصريه بجوده عاليه. لا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الاخبار.